وهذه هي كوتيجات أو شاليهات منتجع صخكازور الجميلة، عبارة عن شاليه من طابقين. هذا الشاليه يسع لعائلة مكونة من 6 أشخاص أو 7 أشخاص أو 5 أشخاص. هذه هي الصالة، وهذا هو المطبخ، أما في الطابق العلوي فتوجد غرفتان. هذه الغرفة الأولى بسرير كبير، وهذا المشهد الجميل من النافذة، وهذه هي الغرفة الثانية، وفي بعضها يوجد سرير صغير لطفل رضيع أو طفل عمر سنة واحدة أو 2. وهذا الحمام الثاني في الطابق العلوي. وهذا هو المسبح في هذا المنتجع، أما هذه فهي غرفة الساونا، وهذا هو خزان الماء البارد بعد حمام الساونا. أما هذا فهو الحمام الحار أو بما معروف الحمام التركي.